مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. كل عام وانتم بخير. كيف عيدكم؟ قولوا لي كيف عيدكم. تقول رز ولحم. رز ولحم. هالحين يزعلون عليك الفيجيتيريان، يزعلون علينا عشان اللحمة. قابلت أحد المعلمين على طار الفيجيتيريان واللي يأكلون لحمة. ما أعرف قلت لكم السالفة ولا لا، بس بقولها. كان يعني هو صار مانك، صار مانك لمدة 20 سنة، وجرب إنه يكون فيجيتيريان يعني 100%، وبعدين راهب. للأسف الصعوبة هذه صارت جديد علي، إنه مرات أعرف الكلمة بالإنجليش، مرات ما أعرفها بالعربي، وهذا شيء جدا جدا سيء بالنسبة لي، لأني أحب إني أحافظ على لغتي كاملة بالعربي قوية، وما أحب إنه لغتي العربية تتأثر مع وجودي هنا في أمريكا، إني كل يوم أسمع إنجليش، وصارت بعض الكلمات تضيع مني. آخر كورس سجلته، كورس الصدمة، كان بالنسبة لي أيضا صدمة، إنه مستوى اللغة عندي شوية تلخبط، فكنت تأثرت يعني. تأثرت، كنت لحظات وأنا أسجل أوقف كذا، بطلع كلمة بالعربي ما تطلع معاي. المهم نرجع لصاحبنا الراهب. المهم قعد فترة هو 20 سنة متبتل وصار فيجيتيريان، وبعدين قابل واحد من المعلمين وقال له لا ستوب، توقف، لأنه أنت كثير أنثوي، وهذا الطريق ما يناسبك، إنه هذه الفكرة أصلا مو كل المانك يسوونها، مو صحيح، هذه الفكرة مو صحيحة يعني، لأنه بعض الناس يحتاجون لحوم، وبعض الناس خطر عليهم اللحوم، بعض الناس هم فعلا يحتاجون لحوم، وبعض الناس خطر عليهم اللحوم يعني حتى روحانيا تلخبطهم، وبعض الناس لا هم يحتاجون عشان ما يطيرون، عشان يعني يظلون على الأرض. المهم انبسطنا في العيد، إن شاء الله أنكم انبسطتوا. اليوم قبل ما أبدأ، عندنا كورسين موجودات على الموقع سوميا 369. الكورس الأول اللي هو كورس الصدمة، أبنوس، برنامج التحرر من الصدمات. للي سألني إيش يعني أبنوس، أبنوس شجرة فيها زهرة، هذه الزهرة لما يأخذها الإنسان أو يعني جسمه يدخلها هذه الزهرة، إذا كان شيء بسيط أوكي، إذا كان شيء كثير يموت، يعني خلنا نقول إنها زهرة سامة بكميات كبيرة، زهرة سامة بكميات كبيرة. ومن هي جت فكرة أبنوس، إنه الصدمة بكميات معينة وإحنا مسيطرين على الموضوع ممتاز، بكميات عالية وإحنا مو في مجال الوعي، مو قاعدين نستفيد من الموضوع، أغلب الناس يخسرون بعد الصدمات أكثر مما يكسبون. لذلك كانت فكرة أبنوس إنها تساعد الناس اللي يتعرضون للصدمات إنهم ما يخسرون هذه الفرصة. أبنوس موجودة الآن على الموقع sumaya369.com، اللي يبغى يشترك من أي مكان في العالم. الدورة جدا قوية، تساعد أي شخص مر بصدمة من الصدمات، وراح نستمر نتكلم خلال الفترة القادمة والأسبوع القادم عن موضوع الصدمات. اليوم الدورة الثانية عندنا، عندنا دورة التجارة الإلكترونية، وقدمتها نور الناصر، وهي معنا اليوم، راح تكون ضيفة. فكرة الدورة أبغاها هي بعد تشرح أكثر. فكرة الكورس هذا التجارة الإلكترونية، إنه إحنا لاحظنا إنه كثير من الأشخاص يعني يكون عندهم مهارة أو صنعة أو شيء قوي، بس إنهم ما يعرفون يأخذون خطوة إنهم يكونون تجار. فنورة من خلال خبرتها، من خلال تجاربها، مرت على كثير من التجارب،
ويعني وصلت لمستوى جدا ممتاز، فقدمت لنا هذا الكورس. وبصراحة أنا سمعت الكورس واستفدت منه، كورس جدا ممتاز خصوصا لما تكلمت عن قصتها، والآن إن شاء الله بتكون معانا وغعلق شوية على قصتها. نورة معانا ونبغى بعد نسألها أسئلة، نبغى نسألها أسئلة عن التجارة، عن بداية التجارة، كيف نبدأ، مشاكل في الدفع عندنا في الموقع. ما في أسهل من الدفع عندنا في الموقع، على طول تدفعين في نفس اللحظة، إذا معك بطاقة على طول تدفعين في نفس اللحظة، إذا حوالة برضو في رقم للحوالة، تواصلي بس مع خدمة العملاء، أطلب المساعدة. نورة وينك يا نورة؟ كيف أبدأ أشتغل من الصفر؟ خلونا نسألها الآن. الدورة حاولت أشتريها 5 مرات، أكيد عندك مشكلة، اسألي خدمة العملاء، تواصلي مع خدمة العملاء. أيوة هذه هي نورة. أهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور والسرور، يا هلا. كيف حالك؟ إن شاء الله كويس. تمام، كيفكم؟ إحنا كويسين. كيف العيد عندكم؟ أوه، فاتكم عيد السعودية. الله يهنيكم. كنا نتكلم نورة قبل شوي على موضوع الكورس، وأنا طبعاً سمعت الكورس وسمعت قصتي. سمعتها وتأثرت صراحة، يعني دمعت والله. لأنه جزء من القصة أنا ما كنت أعرفها، يعني الأشياء هذه اللي قبل كانت مخفية، ما كنت تقولي لي هذه الأشياء. صحيح. أيوة. أعرف إنه أنتي مريتي بهالصعوبات ومريتي بهذا الفشل. أنا بصيح ترى. لا، يوم سمعت القصة وقلت ما عرفت عن هذه الأشياء، بس يمكن أكيد الناس لما يسمعون ما راح يتأثرون زيي، يعني شعوري أكيد مختلف، بس حسيت إنه يعني واو، في تاريخ يعني طويل، في تجربة، فيها أشياء كثير متراكمة أدت إلى إنه أنتي تصلين لهذه المرحلة، ولا لا؟ لأنه كثير من الناس يحسون إنه يعني هم بيسوون تجارة وبعدين عاطل كل شيء بيصير مثلاً أوكي، أو كل شيء بيصير ممتاز 100%. وش رأيك بهذا الشيء؟ والله زي ما أنت قلتي، البداية ما كانت سهلة. ما خسرت شيء منها، كلها يحسب في خلنا نقول الحسبة حقت الخبرات والتجارب. فالآن لما بدأت شيء جديد اللي هو جرينش كو، كله كان بناء على حاجات استفدتها من الأخطاء السابقة. فيس ما كانت صراحة الرحلة سهلة، وعشان كذا كنت حريصة جدا أني أوثقها وأنشرها، لأنه يهمني صراحة أنه الأشخاص ما يبدأون من حاجات خلاص إحنا بديناها وعرفنا أنها أخطاء وعديناها. ففقرة أنه أحد يختصر لك الطريق أنا جدا أقدرها صراحة، ودائما أتمنى أحد يهديني هذا الشيء، أنه يعلمني خلينا نقول خلاصة التجربة. فخلينا نقول من باب حب الآخرين مثل ما تحب لنفسك، هذا اللي صار في الدورة فعلا. خصصت فيديو كامل للحديث عن قصتي، تضمنت الأخطاء طبعا، وهي شيء مهم، يعني إيش الحاجات اللي ما كان لازم أسويها وسويتها، إيش الحاجات اللي سويتها ونجحت، وهي طبعا تعتبر قليلة مقابل أشياء أو الأخطاء اللي مارستها يعني. فعشان كذا أنا أحس أنها للأمانة، يمكن أنا استبقت الأسئلة، بس أنه ليش هي دورة مختلفة، لأنه أنا أجزم أنه كل الحاجات الموجودة غالبا ما بتلاقيها في مكان ثاني، لأنه دائما الأشخاص في مجال عموما التجارة الإلكترونية يعطونك الزبدة أو يعطونك الحاجات من دون مبررات أو من دون قصص خلفها. فلما تسمع المبررات للأشياء وقتها تكون إيمانك بالأشياء مختلف، وخلنا نقول إنك تكون خلاص عرفت الطريق من البداية. أنتي طبعاً عشان بس أعرف الموجودين معانا، أنتي مالك المتجر جرينش كو، هو أكبر متجر للمواد الأورجانيك في السعودية، وبرضو أنتي مستشارة لدى منشآت اللي هي هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تبع وزارة التجارة. مظبوط، كلام سليم. إيش شغلكم في تبع وزارة التجارة هذا؟ إيش الاستشارات؟ إيش الأشياء اللي تقدمينها للوزارة؟ أوكي تمام. هو خلينا نقول بما أني الآن معاك في اللايف، فهي دعوة لأي أحد مهتم في عالم البزنس أنه يستفيد من منشآت. منشآت هي خدمة مجانية، بعض خدماتها مجانية بعضها مدفوعة، أطلقت من قبل وزارة التجارة لمساعدة أي مشاريع حابة أنها تبدأ، يعني حتى لو كان عندك فكرة فقط
يقدمون كثير ورش عمل، يقدمون استشارات، جلسات إرشادية، أصحاب خبرات برضو موجودين في منشآت. فجانب من عملي مع منشآت في تقديم الاستشارات والإرشاد في مجال التجارة الإلكترونية. نورة، ما تتفقين معي إنه الحكومة في السعودية قاعدة تبذل جهد جبار وكبير وأشياء مجانية بس عشان تقول ناس يا ناس سووا تجارة، ولا لا؟ جدا جدا، وهذا اللي على فكرة ذكرته في الدورة، ذكرت كذا مكان أنصح فيه كله يقدم خدمات مجانية بس عشان أنت تبدأ. يعني تخيلي، حتى إذا كان مثلا أنت ما عندك حتى فكرة، هم يساعدونك كيف تلاقي الفكرة، بس إنه بليز ابدأ. فشيء خرافي قاعد يصير في السعودية للأمانة. يعني الفكرة والفلوس والاستشارات وكل شيء، بس انت كله ابدأ. أيوه، يعني شيء احنا في عظيم. مرحلة زمنية جدا، يعني تاريخية جدا ممتازة للشخص الذكي اللي قرر انه يبدأ تجارة. سليم، ايوه، بالذات قبل ما يعني بعد فتره خلاص الكل يتوعى، فبتزيد معدل المنافسه، برغم ان هذا الموضوع صحي ولكن حيزيد، خلينا نقول، الجهد في المستقبل هو مقابل عصر. الان. اكيد، ايه اكيد. واكيد انا قاعده اتخيل انه الحكومه عندها فكره مثلا انه يكون جزء من الشعب، خلينا نقول مثلا يمكن 20% عندهم بزنس او مثلا 30%، لما يوصلوا لها الحد ما راح يكون الدعم زي اول، اكيد بيركزون على صح، شيء ثاني، صح ولا لا؟ هذا محتمل، كل شيء وارد في المستقبل. ايه، فهذه فرصه صراحه انه الشخص يبدا تجارته. طيب نوره، ابغى برضو ابغى اتكلم، يعني مثلا كثير من خلال وبعد دوره كارما الثراء كثير من الاشخاص عندنا اكتشفوا موهبتهم او اكتشفوا الاحتمال الافضل عندهم، ويمكن مثلا خلينا نقول على ابسط الاشياء، مثلا يمكن واحده تلف ورق عنب، بعدين هذا الورق عنب الان انتاج له قيمه، بس ممكن تاكله هي واهلها وبعدين توقف، او مثلا ممكن هي تاخذ خطوه اكبر شوي وتروح تودي هذا الطبق عند محل يبيع الورق عنب ويمكن ياخذ 50% او ياخذ 40%. يعني قاعده افكر مثل هذول الاشخاص اللي عندهم مهاره، عندهم ذكاء معين وخطوا الخطوه الاولى، يعني ما اعرف، اتساءل هم في خطوه بعدها انه هل ممكن، هل هذا خيار انه مثلا انا اعطي بضاعتي المحل يبيعها، انا اعطي جهدي المحل يبيعها، او مثلا افتح حساب انستغرام يمكن عندي مثلا قدره على صناعه شيء من كروشيه مثلا، او اصنع شيء من خلال بوكسات او الاشياء الفنيه هذه احطها في الانستغرام او احطها عند محل يبيعي، ما اعرف ايش الخيارات اللي موجوده قدامنا. تمام. زي ما قلتي، أي شخص خلينا نقول عنده هواية أو مهارة قاعد يمارسها وقاعد يعني يستعين فيها كدخل إضافي، ففي خيارات زي ما أنت قلتي، يا أما يحطها في محل وياخذ نسبة، يا أما أنه هو يمتلك متجرا خاص. المشكلة والتحدي اللي صاير عند كثير من الناس أن هم يحسون أن الموضوع صعب، أنه أنا أفتح متجر إلكتروني هذا الشيء واو، يعني خطوة جبارة، بينما الموضوع أبسط مما يتخيلون. يعني في بعض وهذه برضو أشرت لها في الدورة، بعض المنصات اللي تقدم نسميها منصة جاهزة، تقريبا أقل من 6 دقائق أنت تمتلك متجرك الخاص، تخيلي، ست دقايق انت وأقل تتجر؟ حتى من 6 دقائق وفور فري، يعني في باقة بداية مجانية لعدد من المنتجات اللي تضيفها في المتجر الخاص فيك بشكل مجاني. أنت حاب أنك تحصل على مميزات إضافية، حتدفع حتى رسوم رمزية شهريا. فالواحد لما شوية يبحث، شوية يقرأ، شوية يتعلم، يكتشف أن الموضوع جدا بسيط. فلما انت تحسبها في مخك، يعني او انت بالاصح كصاحبه، ما اعرف، هوايه في الطبخ، قد ايش انت بتخسرين نسبه لما تحطين المنتجات عندك في او تبعك في اي محل، مقابل انك انت تديرين العمليه 100%. الميزه الثانيه برضو الموجوده عندنا، اللي هي وهذه صراحه اكدت عليها في الدوره برضو، انه لما انت تدخل معاك شريك او وسيط يديرك العمليه، انت ما انت فاهم كل الامور 100%، فوقت ما انت تقرر انك تستقل بشكل كامل، راح يكون في عندنا بعض الاجزاء مجهوله، لانه مو انت بنفسك اللي كنت تبيع، كان في احد ما قاعد يبيع عنك في المحل، مو انت بنفسك قاعد تدير العمليه، مو انت بنفسك تسوق. فعشان كذا دائما انصح ان الواحد يبدا من نفسه، لانه من المهم جدا انك انت تغطي كل الجوانب. مو سهل، ايه، بس جدا رائع انك انت تكون ملم بجميع الخطوات، عشان بكره لما توظف احد في التسويق، في البيع، ما اعرف، في الاوبريشن مثلا، بيكون خلاص اوريدي هو انت فاهم العمليه كيف تدار، فانت بتعلم الناس على هذا الاساس. فحتى يعني تجنبا لاي عمليه استغفال او خداع ممكن تصير لك في المستقبل. يعني يعني قاعده مثلا برضو، طبعا كل هذه الاشياء مشروحه في الكورس، يعني مثلا اذا شخص مبتدئ طبعا، ايوه عنده منتج واحد مثلا، عندي ورق عنب فور شور، ابغى ايوه ابيع، فور
هل الكورس فيه كل الخطوات، شلون أبدأ 1 2 3، وين أوصل للناس؟ عندنا محتوى كامل اسمه الخطوات، هذه حرفيا نبدأ فيها من قبل ما أنت كيف تختار فكرة أو كيف أنت تقرر الشيء. يعني والله أنا حابة أبدأ متجر إلكتروني بس أنا ماني عارفة إيش المنتج، فإحنا بدينا من هذه المرحلة. بعدين شوي شوي رقينا حبة لما وصلنا إنه إيش المنصة المناسبة، هل أنا أمتلك منصة خاصة فيني، برضو تطرقنا زي ما قلت لك المنصات الجاهزة او اروح انا المنصه خاصه فيني. برضو تطرقنا للي هي اللي يسمونها السيلز بلاتفورم، انه انت تحط منتجاتك في متاجر شقيقه مثلا او صديقه. يعني في مجموعه من الافكار صراحه حرصت اني اشملها كلها في الدوره، بحيث انه الشخص يكون مخير. يعني اذا حسيت هذا الطريق صعب عليك، ترى عندك خيارات ثانيه كثيره، فالمساله جدا متاحه خلينا نقول، اكثر ما انها سهله، انه عندك كثير حاجات تجربها وما حتخسر شيء، بالذات الان زي ما انا قلت انه كثير منصات فور فري انك تبدا فيها، فليش لا، حرام انك تفوت هذه الفرصه. في كثير ناس يقولون احنا ينقصنا راس المال عشان نبدا التجاره الالكترونيه، ايش تعليقك على هالموضوع؟ ما اعرف، انا احس راس المال احيانا يبالغون في موضوع عموما بعض المستشارين المختصين، انه لا ما تبدا الا براس مال، دراسه جدوى ما ادري ايه، فخلاص الواحد تلاقيني ما يبدا ابدا. بينما كل ما انت بسطت البدايه، كل ما انت قدرت انك فعلا تنطلق، لانه هو دائما في البدايه في تكه تصير، واكيد انت اخبر مني في الموضوع انه كذا يعلق الواحد في البدايه لانه فجاه تطلع له معيقات الدنيا. بينما اذا انت شويه مشيت في الموضوع تلاقي الامور تتسهل حبه حبه، بالاضافه الى انك انت قاعد تجتهد وتدور تبحث تسال. فلا مو صح هذا الكلام، ممكن انت تبدا بطريقه او خلينا نقول بدون راس مال، ممكن تبدا براس مال جدا قليل، وفي كثير من الافكار لهذا الشيء، وكثير ناس بداوا اصلا بدون راس مال. ان كيس في حال والله انت خلينا نقول فعلا عندك منتج انت حاطه في راسك تبغى تجيبه وتبدا متجرك الالكتروني، هو لازم راس مال، ففي كثير حلول بديله، مثل موضوع الشريك انه يكون معك احد يكمل لك الجانب الناقص فيك، يعوض لك بالمال وانت تعوض في العمل. ممكن في بعض الجهات عندنا في السعوديه تعطي قروض بدون فوائد كذلك، اذا انت تشوف هذا الخيار. يعني بالنسبه لي ماني مؤيد الموضوع القروض، لكن في اشخاص يشوفون هذا بلا مناسب، فحسب خلينا نقول انت والكيس حقك او احتياجك الشخصي نقدر نقول. يعني انت قلتي موضوع صراحه جدا مهم، وانا يعني ابغى اكد عليه، اللي هو فكره البدايات البسيطه. انا احب البدايات البسيطه، احس دائما بدايه بسيطه تعني ان الشخص ذكي وتعني انه هو حاسب الموضوع صح. احس اللي يبدا كذا يكبر الامور ويضخمها، احس دائما ما عنده سالفه، ما اعرف ليش. في البزنس استراتيجيه ممكن برضو المهتم يبحث فيها، اسمها لين استراتيجي، وهذه تقريبا تلخص لنا نفس الفكره، انه كيف انك انت تبدا البزنس الخاص فيك باقل الامكانيات واقل المميزات، بحيث انك تطلق المنتج الاول او البزنس الاول بدون ما انت تحط كل الحاجات اللي تبغاها. يعني خلينا نقول مثلا والله وعندنا واحده تبغى تبيع ورق عنب ومثلا محاشي ورز، وبرضه بتعمل بوفيهات للناس في العزايم، فاحنا نقول لها انت انطلقي بس منتج واحد او منتجين بس، البقيه هذه بالطريقه انت سويها. لانه بالنهايه احنا اول شيء احنا كناس، انا احكي طبعا الناس اللي ما عندهم راس مال، الناس اللي ما عندهم احد خلينا نقول سند او احد وراهم، اذا انت والله معك كم مليون لا اقول لك ابدا بدايه صح، هذا شيء مختلف، بس الناس الطبيعيه عامه الناس تبدا بهذه الطريقه. فانت تبدا هذه بدايات بسيطه تنطلق للناس، والافضل طبعا من شرح لين استراتيجي انه انت تطلق هذه الميزه او هذه المتجر لمجموعه صغيره من الناس عشان انت تختبر مدى فاعليه المنتج تبعك. ليش؟ لانه في اشكاليه كثير قاعد تصير، انه احنا نعيش جوا افتراضات احنا صنعناها بعقلنا. فاحيانا والله انا اعمل متجر الكتروني خاص لاكسسوارات الجوال، واحس انه ارهب متجر في العالم، واحط عليه راس مال واجيب منتجات بالالاف، يعني بدل اطلقه للناس الاقي ما حد قاعد يشتري، الناس ما قاعد تحبه. فالخطا اني انا اطلقته لكل الناس، فالاصل اني انا ابدا بكميه قليله بامكانيات جدا بسيطه، حتى لو عندك راس مال بعدين انت حتطلقه، بعدين تشوف الناس الجروب الصغير هذول اللي حولك حبوا المنتج ما حبوا، حبوا المنتج تبدا توسع الدائره، تبدا تحسن في نفس المنتج، بعدين توسع الدائره لجروب اكبر، وهكذا. يعني خلينا نقول هي عباره عن خطوات، تبدا خطوات صغيره. طيب نوره، يعني مثلا خليني اقول انا مثلا قاعده اسوي كيك بالليمون، احسن كيك في المدينه، وما اعرف وين ابيع، بس انا اتقن شغلي، يعني اعرف ان هذه الكيكه ممكن توصلني لمرحله معينه من الثراء.
فمثلا اطبخها واسويها واروح اسلمها للمحلات هذه اللي هي الاسر المنتجه او المحلات البسيطه هذه. فلما افكر بالكلام اللي تقولين اوه الموضوع بسيط وكذا، بعدين اقول اوكي طيب انا لو سويت هذه التجاره الالكترونيه من وين بجيب ناس يشترون؟ على الاقل هم في المحل عندهم زباينهم وعندهم عملائهم، فهم يبيعون لي الكيكات اللي انا اسويها، فشلون احل هذا الموضوع جوا راسي؟ شوفي، عشان أكون صريحة معك، هذه واحدة من التحديات في التجارة الإلكترونية، لأنه المحل على أرض الواقع الناس قاعد تشوفه، بينما المتجر الإلكتروني هو كذا ضايع في العالم. بس هذا أنا أشوفه صراحة من ناحيتي هو متعة، كيف إنك تخلي الناس تشوفك، كيف إنك تقول الناس هي أنا موجود. فهذه لها تولز وتقنيات تطرقت لجانب منها في الدورة، اللي هي بشكل عام التسويق الرقمي، كيف انك انت تعلم الناس عنك. وهذه بالمناسبة يعني احيانا، او خلينا نقول في بداية الطريق، ما حتكلفك فلوس اذا كنت انت مرة اكتف على السوشيال ميديا في حساباتك الشخصية للمتجر الالكتروني. مثلا تصور الكيكة وتنزلها، تصور كل يوم هذه طلبات العملاء بنسلمها، تصورها خلينا نقول، لان بالنهاية عندنا المجتمع والعالم بشكل عام يعني تهتم بنوعية الصور. فكثير دراسات مثلا اذا كانوا قارنوا في منتجين، منتج تصور بطريقه عاديه ومنتج تصور كذا عارفه يعني حاطينه في مكان ومظبطين الصوره، كميه الشراء لهذه الصوره المتقنه تختلف عن كميه الشراء للصوره اللي حي الله صوره يعني. فلذلك هي مجرد مهارات او تولز انت تتقنها، وتقدر تضرب، تقدر تعلم الناس كلهم عنك يعني. وهذا عالم التسويق الرقمي ما ينتهي، هذه الميزة يعني. والله إذا أنت ما حبيت التسويق الرقمي في جانب خلينا نقول الحملات التسويقية، أقول لك ركز على السوشيال ميديا. ما حبيت ركز على نوعية المحتوى حقك اللي أنت تقدمه، ففي كثير خيارات في التسويق الرقمي، وفي العالم جدا ممتع صراحة يعني. غالبا أنا لاحظ اللي مهتم في التجارة الإلكترونية هو يهتم في هذا الجانب، لأنهم مكملين لبعضهم. قاعدة أتذكر وأنت تتكلمين بدايات ما بديت شغلي في التدريب أونلاين، وأتذكر فعلا التحديات يعني كيف كانوا الناس يقارنون ما بين الدورة المباشرة والدورة الأونلاين، إنه الدورة الأونلاين مو مفيدة وما توصل مستوى الدورة. إحنا الآن ننافس الدورات المباشرة ويمكن نكسرها يوم من الأيام، يعني قدرنا نثبت للعالم إن الدورة الأونلاين جيدة وممتازة وتقدر تسمعها لحالك ومرة ورا مرة، وفعلا قدرنا نقنع الناس. فهي فعلا تحدي، لكن الشخص اللي مؤمن بنفسه يمكن فعلا يوصل. طيب نبغى ناخذ أسئلة من الجمهور إذا ممكن. خلينا نشوف الأسئلة. وين غالبا تركز عن اختيار المنتج. إيه نجاوب على هذا السؤال؟ ايه اوكي تمام. اختيار المنتج خلينا نقول ما له صح وخطأ او قانون ثابت، واللي دايما انصح فيه في الاستشارات لما احد يسألني ايش المنتج اللي اختاره، انك تجرب على اكثر من منتج. فايش الشيء اللي يكون في نطاق اهتماماتك؟ مثلا انت بنت تهتمين في العبايات مثلا خلينا نقول، فجربي انك تاجرين في العبايات، بس انك ما تجيبين كمية كبيرة، فجربيها. وهذه برضو من الاشياء اللي بقول لكم اياها موجوده في الدوره، كيف انك تبدا بالمنصات اللي فيها هي عموما ماركت بليس، زي مثلا سوق دوت كوم، زي نون. فانت متردد، والله انا كويسه في العبايات ماني كويسه، بحب ما بحب، بيمشي ما بيمشي، فاقول لك اول خطوه جيبي كم عبايه اعرضيها على سوق دوت كوم، على نون، على اي منصه تسمح باللي هو التجار المتعددين. شوفي الموضوع ماشى معك، اوكي والله معناها في سوق، معناها انا اهتميت في المجال هذا حبيته، اقول لك اوكي الان حاولي انه يكون عندك منصتك الخاصه. فهذه احد الطرق انك انت تكتشف ايش المنتج المناسب، انك تجرب اكثر من منتج. اللي يهمني صراحه انه يكون، ما بقول شغفك، بس في نطاق اهتماماتك على الاقل. مهم انه يكون برضو الناس قاعده تحتاجه يعني. في انت خلينا نقول مهتم، ما اعرف، في الطوابع مثلا الموجوده في الظروف، انت مره تحبها وتفهم فيها، بس هل الناس تهتم ولا ما تهتم؟ هذا السؤال. فمن خلال استقصاء بسيط على الناس حولك، على السوشيال ميديا، برضو السوشيال ميديا يعطيك دراسات رهيبه من خلال انك تتابع الهاشتاجات، تشوف الناس ايش تحتاج ما تحتاج، على هذا الاساس تصنع قرارك. فعندنا طريقتين، من خلال انك تجرب نفسك، من خلال انك تشوف خلينا نقول حاجه الناس لهذا الشيء. طيب في كثير اشخاص يتكلمون انه كان عندهم مشاريع وفشلوا،
فما أعرف إذا في شيء على هذا الموضوع. قبل فترة قريت دراسة فوق 70% من الـ CEO الآن الموجودين، المدراء التنفيذيين الموجودين الآن في أكبر الشركات، ما يقارب 70% منهم كانوا في بزنس مختلف. فلما سمعت هاي المعلومة اطمنت، يعني أغلب الشعب كذا، فطبيعي ترى ومرة صحي إنك أنت تبدأ بشيء، وطبعا هو خير وبركة إنك إذا بديت بشيء وكملت فيه، ليش لا؟ بس كثير ناس ومن أشهر المدراء التنفيذيين هم بدأوا بشيء مختلف وغيروا، فمش لازم انك انت تبدا وعلى طول تنجح، عادي الموضوع، والمهم انك انت بهذه الخطوات تستمتع، عشان لما الموضوع ما يشتغل معاك يعني ما تكون تحس ان الموضوع ضاع هباء. بالنهايه هو العبره بالطريق مو العبره بالنهايه، لان طريق البزنس ما له نهايه، عارفين انتم دائما سنوات عمركم كلها بتعيشونها في هذا البزنس، فكيف انا كل يوم اصحى وانا حابب الشغل اللي انا قاعد اسويه، مو الفكره انه اوه يلا متى ناخذ الهديه والجائزه. اوه هذا كلام خطير منك. طيب في اكثر من شخص بعد يسالون عن دراسه الجدوى، ما اعرف نورا انت ايش رايك في موضوع دراسه الجدوى؟ فانت تكلمتي بشكل بسيط عن الموضوع. والله عموما هي الدنيا مدارس، ففي ناس تقول صح لازم مو لازم، بس فكره التجاره الالكترونيه بشكل عام هو او هي بالاصح هي حاجه جديده في المجتمع او في العالم بشكل عام، فما في حاجات خلينا نقول انه احنا ندرسها ونتاكد من نجاحها. يعني مثلا انت بتفتح صالون، اقول لك ايوه ادرس دراسه جدوى، ان عندنا احنا الصالونات من كم سنه ورا موجوده، فانت بتعرف كم بتكلفك، كم لازمك تدفع للتسويق، بلا بلا غيرها من التفاصيل. بس عموما التجاره الالكترونيه جديده، فما في حاجه تدرس عليها جدوى، زائد انه دراسه الجدوى بالنهايه افتراضات، انه انت تتوقع بيصير كذا وتفترض بيصير كذا، وهذا فيه سلبيه انه بياخرك عن البدايه الفعليه، لانه بالمناسبة دراسات الجدوى يعني بالذات في بعض الشركات تقدمها اوف، يعني تاخذ عليها فلوس مرة كثير، يعني في بزانس قائمة على دراسات الجدوى اصلا، زائد انه اذا انت قررت تسويها بنفسك بتاخذ وقت مرة طويل، واذا بديت على ارض الواقع بتلاقي انه البزنس الفعلي قاعد يختلف تماما عن دراسة الجدوى. فانا اقول لك عشان ما تضيع فلوسك، ابدا بداية بسيطة، ذاتس ات، يعني لا تحط كل الدنيا في البزنس بعدين تقول اوه خسرت عشان ما سويت دراسة جدوى عشان ما ادري ايه، يعني خلاص يختصر لك الطريق انك تبدا هنا تبدا هنا تبدا هنا، لما خلاص تكون الامور كلها واضحه يعني وقتها. نورا احنا في افق، وواحده تقول كيف اتزوج ثاني. والله خليه يحضر دوره التجاره الالكترونيه ويصير ثاني. يطور ما يبغى. يا اهتمامات الناس. اي اهتمامات صحيح. في كثير برضو تكلموا عن التسويق، وانه الموضوع هذا صعب او معقد او يمكن يكون عائق كبير. والله شوفي انا كثير اخذت كورسز في التسويق، وانا اشوف هذا دور اي احد يبغى يدخل التجاره الالكترونيه او عموما البزنس بشكل عام، يعني لازم تكون مسؤول عن هذا الشيء اللي انت قاعد تسويه، لازم تتعلم كثير مهارات في البزنس، احدها التسويق. وما في مشكله على فكره في المستقبل اذا الناس حبوا الفكره نعمل كورس خاص في التسويق، لاني مريت في كثير تجارب برضو بهذا الموضوع وتطرقت لغالبها في بشكل مجمل في الدوره. فالفكره انه ما في شيء مستحيل في الحياه، حتلاقي كثير كورسز في الانترنت حتى في الاوفلاين يحكون عن هذا الموضوع. ابسط لك الفكره باختصار، انه شوف المتاجر الناجحه اللي تسوي زي ما انت تسوي وحاكها، يعني ما اعرف واحده مشهوره في تصميم العبايات، شوف هي كيف قاعده تسوق، انت اتبع الخطوات، ذاتس ات، يعني الموضوع خلينا نبسطه قد ما نقدر، يعني هو مو لازم انت تسوي، يعني للامانه بعض شركات التسويق يقولون لازم استراتيجيه ولازم انت تسوي بلان، صحيح ايوه، بس انه وانت لسه في البدايه لا بكير على هذا الكلام، شويه قدام اقول لك ايوه ابدا رتب امورك، اعمل بلان تسويق، اعمل استراتيجي، ما اعرف ايش، فلا البدايات ابسط من كذا بكثير صدقوني. عجبتني فكرة التقليد، فكرة ذكية خصوصا في البدايات، انه الانسان توه ما نضج يعني يفكر بعدين. صحيح. طيب وش بعد عندنا اسئلة جيدة؟ كيف اوفق بين مشروعي وبين دوامي؟ ما اعرف اذا انت مريتي بهذه المرحلة انه في شغل وفي مشروع أنا للأمانة لا، يعني ما أعرف أصلاً كيف توفق، لأنه أنا 24 ساعة قاعدة أشتغل وماني قادرة أصلاً أخلص كل شغلي، فما أدري هي إيش البلان اللي في بالها. بس أنا دائماً أقول صراحة في الاستشارات إنه البزنس أنت لازم تعطيه عشان يعطيك، أنت لازم تعطي كثير في البداية،
يعني اذا انت تبغى تكون احسن واحد في الصنعه حقك انت لازم تتعب عشان هذا الشيء. فكيف انه اذا انت ما انت قادر تعطيه يوميا الا ساعتين مثلا، فالموضوع كأنه الموضوع كأنك في الحفاظ قاعد تمشي. فاوكي انت بتوصل يمكن، بس ما اعرف بعد كم سنه والناس يمكن سبقوك، وما اعرف يمكن الناس ما عاد يهتموا في المنتج حقك. في خيار، ايوه انا انصح بالخيار هذا اذا كنت تقدر انك تضاعف جهدك وتضاعف ساعات عملك. ايوه انك مستعد انك والله انا بطلع من العمل الساعه 12 بعدين بقعد من 12 ل 12 الليل بأشتغل، انت عندك هذه الطاقه ومستعد لهذا الشيء، جو اهيد. بس اذا انت والله بترجع تعبان ومكسل وبس تاخذ من يومك ساعتين، يعني سوري بس البزنس ما يدار بهذه الطريقه. واحدة تقول متى أعرف إن مشروع ناجح؟ إذا غطيت مصاريف المشروع؟ مو مقياس يعني ال نعرف إنه ناجح من أكثر من قياس. فإذا إحنا ركزنا في الجانب المادي ولقينا إن إحنا غطينا الخسائر وبدينا ندخل أرباح، إيوه يقاس بهذه الطريقة. بس يفترض إنك أنت تقيسها من كذا جانب يعني. والطبيعي في المشاريع اللي لسه بدأت في أول السنوات، طبعا هذه كذا بشكل عام يعني، وأكيد لكل بزنس فيه له تفاصيل دقيقة أكثر، لكن الطبيعي في أول السنوات أو أول الشهور عموما إنك أنت تبدأ بخسارة وإنك تبيع بخسارة، ولا تزعل انك قاعد تبيع بخساره اصلا. يعني لما انت توصل لنقطه التعادل هذه لازمها تعدي فتره في البدايات، بعدين خلاص تبدا تربح يعني. برضو في ناس تكلموا عن فتره الركود المادي، يجي مثلا سيزن في ركود او شيء. هذه اللعبه كيف انك انت تخلي الناس تشتري وقت ما السوق طايح، زي مثلا الركود اللي يصير بعد رمضان. عارفه بعد رمضان كل المتاجر كذا دروب، وهذا شيء طبيعي لانه يعني اصلا السيزون هو رمضان، كميه طلبات خياليه لكل المتاجر عموما سواء الاوفلاين او الاونلاين، بعدين بعدها يصير الدروب. فالتحدي هنا او الذكاء كيف انك انت تخلق عروض او افكار جديده تخلي الناس ترجع ترغب في المتجر. النقطه الثانيه برضو، وهذا يعني ما يزعل الموضوع انه يكون في ركود، بالذات اذا تاكدت انه ركود لكل المجتمع مو بس انت متجرك في حاله خاصه، انك انت تحرص في الموسم تدخل اضعاف تعوضك عن فتره الركود، بحيث انه لما يجي الركود انت ما تنهار البزنس حقك ينهار، لا خلاص انا قدرت اطلع حقي. يعني زي مثلا احد زملائي متخصص عنده متجر الكتروني متخصص بالهدايا، فكان يدخل في موسم رمضان اللي يعوض عن كل السنه، كل السنه نايم، ففي رمضان يدخل حق كل السنه، فخلاص تنحل الامور بهذه الطريقه. ف يعني المسألة سهلة وأبسط من كذا. أنا أشوف والله مرات عندكم عروض وعندكم أشياء يعني مجانا وتخفيضات زي مو أيوة عندنا. شوف إحنا في جرينشكو أكثر شيء صراحة يعني، وهذا سر من الأسرار، نعتمد عليه موضوع اللي هو عروض السرعة، اللي أسرع واحد يرد ترى بياخذ كذا، أسرع واحد بيسوي له كذا. فهذه ميزتها. وبرضو هذا سر بقوله عموما، انه دائما في العروض احرصوا انه يكون كيف نسميها، يكون شيء محدود. يعني اذا انت فتحت عرض لكل الناس، الناس يعني بتزهد فيه، نقدر نقول ان عرض والله هذا صار بكام، 50 صار ب10 والله للابد سوت يعني. بس لما تقول والله لاول 100 شخص انا بعطيكم شيء فلاني، فلما تحس انه والله هذا العرض حالا بيخلص، لما تحس بالندره تلحق انك تاخذ العرض. فهذا للامانه من اكثر الاشياء اللي تشتغل يعني. ممكن على فكره يختلف البزنس ما يشتغل مع احد ثاني جايز يعني، بس انه انا اقول لكم تجربه ناجحه حصلت يعني. وحتى احنا عندنا في عالم تدريب يعني ما يمشي مثلا ننزل كورس بسعر مخفض او مثلا تخفيض على الكورس كان بسعر مختلف، الناس ما تتقبل هذه الفكره غير المنتجات الماديه. ايوه يختلف بالنهايه، وهذه برضو من الاشياء اللي تطرقت لها في الدوره بشكل مختصر، موضوع اللي هو هل انت تسوق او بزنسك متجرك الالكتروني هو منتجات او خدمات. يعني كثير ناس يقولون احنا ما احنا عارفين نختار ايش نتوجه له، فقبل ما تختار المنتج انت لازم تعرف هو خدمه ولا منتج. فاذا كان خدمه يختلف، اذا كان منتج يختلف برضو. فعلى هذا الاساس انت تقرر ايش الخطوه التاليه حتكون. طيب وش بعد عندنا أسئلة؟ الكورس موجود الآن على الموقع، اللي يبغى يسجل على الموقع sumo369.com، وراح يغلق التسجيل قريبا على الكورس التجارة الإلكترونية. يعني هذا الكورس ممكن يدخلك عالم الثراء بينما هو مبلغ جدا بسيط، يعني فرصة هذا الكورس.
في برضو واحدة تكلمت عن انه في منتصف الشغل او بعد مثلا مرور، تعرفين الواحد اول ما يبدأ تجارة ويسوي بزنس يكون فرحان وطاير، وبعدين يصير الموضوع ممل، فهي تسأل ايش هذا الملل، ايش الموضوع، هل هذا طبيعي ولا مو طبيعي، هل هي كذا التجارة؟ لا، هو هذا الشيء عادي يصير طبيعي. وقبل فترة كنت أتحدث مع واحد مسؤول في حاضنة أعمال، فكان يقول لي كثير حاضنات أعمال حول العالم، اللي هي حاضنات الأعمال اللي ما كان يحتضن المشاريع الناشئة، كثير حاضنات أعمال حول العالم عندهم قسم خاص نفسي، اللي هو لأنه أي أحد في منتصف الطريق يجي له هذه الفترة اللي خلاص أنا هونت ما أبغى بسكر كل شيء، فهم مستعدين لهذه اللحظة، وأصلا عندهم دكاترة نفسيين لهذا الشيء، لهذه المرحلة أصلا. واو فعادي يعني، ترى الموضوع مخوف وموجود عند كل الناس، واو بس أهم شيء إنك تتقبل هذا الشعور، وأهم شيء إنك تعطي نفسك فرصة، إنه غالبا هذا الشعور يجي لما أنت تكون بزيادة غارق في البزنس، فيكون لازمك تفصل شوية، تطلع عن العالم شوية، ترجع وقتها تلاقي نشاطك قاعد يتجدد. والنقطة الأهم برضو اللي أبغى أكد عليها، إنه ما يصلح أنت تصحى من النوم لقيت فكرة في بالك تقول يلا أنا اليوم حالا بسوي متجر، لأنه إذا أنت بهذه النوعية غالبا بيجيك الشعور بالملل بدري، لأنه يعني حسيت السالفة كأنها طقطقة أو لعب. فالسالفة يبغى لها إذا لقيت فكرة للبزنس للمتجر الإلكتروني، عطى وقت إن تفكر، تحلل الموضوع، اكتبه عندك، يعني كم يوم كذا تشاور نفسك في الموضوع، تشاور أحد حولك تثق فيه. لما بعد خلينا نقول 10 أيام مثلا لقيت والله أنت لسه في نفس الإيمان بهذه الفكرة، أقول لك انطلق. أما لسه أنت صحيت الصباح والعصر سويت المتجر، هذه بترتفع احتمالية أن أنت تصاب بهذه المرحلة، مرحلة الملل. بس نور، السؤال بعد الآن، أنت تقولين فكرت في الفكرة الصباح وسويت المتجر المساء، يعني الموضوع بهالبساطة الآن إنه أقدر أيوة أفكر طبعا الصباح؟ طبعا، أيوة طبعا طبعا، لا شيء، خيال التجارة الإلكترونية صاير عندنا، ما تستوعبين. طيب برضو في ناس كثير يتكلمون، يمكن تجاوبينا من واقع الخبرة، إنه في ناس مثلا ينتقدون أسعار، يمكن هي عندها تجارة إلكترونية وتشوف يمكن ناس في السوشيال ميديا ينتقدون أسعارها أو يتكلمون على يعني منتجها، يعني يا كيف تتصرف أو كيف تشوفها؟ اوكي، هذا السؤال عميق ولو طويل، بس بقول باختصار الافكار اللي في بالي على موضوع الاسعار. هو لازم تعرف انت توجهك في البدايه في البزنس، هل انا اسعاري او مين التارجت حقي، انا مين الفئه المستهدفه اللي استهدفها. فتقول والله انا والله عندي ما اعرف منتج خيالي، استهدف الطبقه الثريه جدا، فهذه الطبقه لما المويه هذه سعرها 5 ريال، انت تبيعها ب 20 ضعف او 100 ضعف عادي، والطبيعي انك انت تبيعها باضعاف خياليه، بس هذه المويه بتوجهها لفئتك المستهدفه متوسطه، الطبيعي انك ما اعرف، هذا مجرد بشكل عام اقول لك انك بس تزيد 50% كمارجن ربح. فهو يعتمد مين فئتك، هذا الشيء الاول. اذا انت استهدفت خلينا نقول طبقه غنيه او ثريه، فوقتها اقول لك غلط انك تسوي مثلا تخفيضات، مثلا هذه مجرد افتراضيه، بس والله انت تستهدف ناس هم من عامه الاشخاص فحيشتغل معهم التخفيض، استخدم التخفيض. برضو نقطه مهمه، انت ايش سياستك في التسعير؟ في ناس سياستهم اللي هي تكسير الاسعار، مثل ما يصير مع بعض المحلات البيتزا عندنا مثلا هنا، هم يبيعونها بخساره، يعني بيتزا كبيره تلاقين سعرها مش طبيعي، جدا رخيص. فهل هم يربحون بذات البيتزا؟ لا، ما قاعدين يربحون، بس هم سياستهم انهم يبيعون اقل من غيرهم، لانهم يدرسون الموضوع على مدى بعيد كيف انهم هم يسيطرون على السوق. فهذه سياستهم، يعني تختلف عن اي سياسه ثانيه. فلازم تعرف انت في البدايه مين فئتك المستهدفه، هذه حكينا عنها في الدوره برضو في موضوع البيزنس موديل كانفاس، تضمنت الفئه المستهدفه، وعلى هذا الاساس انت تعمل التسعيره الخاصه فيك. ولما تعمل التسعيره الاقل، لما يجي احد من عملائك زعلان، انت عندك رد واضح او سياسه واضحه قاعد تمشي عليها، مو قاعد تمشي على الهوا في هذه النقطه. فهمتك. طيب التخفيضات الوهمية، هل تنجح المشروع؟ ما أعرف إيش تقصد التخفيضات بالتخفيضات الوهمية، يعني يكذبون يعني كذا يعني سالفة، أو يمكن يكون في السوشيال ميديا مكتوب إن في تخفيض، لما تدخل ويب سايت ما في تخفيض، ماني عارفة. يعني غش.
ما أعرف إيش قصدهم صراحة، ماني فاهمة. الشيف بدور معانا، أهلا بدور. بدور حبيبة قلبي، شو أخبارك؟ ما شاء الله في كثير ناس حضروا الدورة ويعني يمدحون فيها. أنا ما أقدر، أنا كثير تأثرت لما سمعت الدورة، بس الحكم للجمهور. طيب هذه في واحدة تسأل عن أنها هي تبغى تبدأ بزنس، فهل لازم يكون عندها ترخيص أو رقم تجاري أو سجل تجاري قصدها؟ مهم. هذه برضو حكينا عنها في الدورة، بس طبعا ايوه لازم يكون عندها. بس اذا تبون رأي الشخصي، وهذا اللي قلته في الدورة، يعني انا حابة دائما اختصر الطرق. فانت جهز الفكرة، ولما خلاص كل شيء عندك جاهز، افتح ابدأ المؤسسة او افتح الترخيص، السجل التجاري. مش وانت والله لسه منسدح في السرير وما انت عارف متى تبدأ الترخيص وتبدأ، لا. يعني هذا كثير صراحة من الأخطاء اللي دائما أشوف المبتدئين يقعون فيه. لما كنت جاهز طلع السجل، وهذه برضو بدك دورة متى الوقت المناسب لهذا الشيء. طيب خلينا بعد قبل ما نخلص، ما باقي معنا الا 3 دقائق، نبغى نختم بموضوع. ابغى اذكر المره الاخيره انه كورس التجاره الالكترونيه موجود اونلاين، تستطيع تشتري من اي مكان في العالم. يعني كورس جدا ممتاز تقدمه نور الناصر، و يعني انصح فيه كل شخص هو الان بيده موهبه، عنده شيء يقدر يبدا. زي ما قالت لك الصباح عندك الفكره، المساء انت تقدر تحط، العصر انت تقدر تسوي البزنس حقك، موجود على الانترنت قائم وكل شيء تقدر تبيع وتشتري. فانا انصح كل شخص هو عنده هذه الموهبه انه فعلا يتخذ هذه الخطوه ويبدا. ابغى شويه خلال دقيقتين تشرحين لنا ايش الاستشارات اللي تقدمينها وكيف تمام. تساعدين الخاصين. تمام. عندنا في سمية 369 نوع من الاستشارات. النوع الأول الاستشارة اللي هي الـ ما أعرف إيش يسمونها، اللي هي مرة واحدة وبس. هذه خيار للشخص اللي هو ما هو عارف إنه حاب يكمل أو لا. النوع الثاني عندنا اللي هو الاستشارة طويلة المدى، اللي هي نقدر نسميها إرشاد. بأكون معك من بداية البزنس، من قبل ما تبدأ حتى، وبيكون بشكل دوري، متابعة دورية مني، بحيث ان كل اسبوع يفترض انك تعطيني ابديت عن البزنس، واوجهك بالطريقه الصحيحه، نمشي مع بعض خطوات لما ينطلق البزنس باذن الله. حتى في خيار انه لما بعد البزنس، فهي الفكره الاهم انه في مرشد يكون معك دائما. يعني هذه من اكثر الاشياء اللي ممكن يحتاجها الاشخاص اللي في البدايه، انه احد يوجههم في المجال. يعني سهل تلاقي احد من عامه الناس او احد عائلتك، بس الفكره انه احد يعلمك انت صح ولا ما انت صح، بدل ما انت تمشي وقاعد تركض في الطريق وما تدري يعني. فهذا هو نوعية الاستشارات اللي نقدمها، متابعة زي ما قلت دورية بشكل على مدى أشهر. يعني تكون، يعني انت بتساعدينها مثلا، هي الان تبدا البزنس عندها قرار، تقولي لها سوي الخطوه الفلانيه الخطوه الفلانيه الخطوه الفلانيه، يعني كانه بالضبط. انت معاها تعطيها الخطوات حبه حبه. بالضبط، اول باول. يعني خلينا نقول زي الظل اللي معاها، اللي يكون معاها خطوه خطوه لما نبدا البزنس فعليا على ارض الواقع، يكون قائم، وانا بكون معاها في هذه اللحظه. لما هو برضو ينطلق بكون معاها في هذه اللحظه. فكيف انك في كل مسيره البزنس يكون معك احد مرشد، هذا هو الخيار المتاح عندنا في الموقع. غير استشارات اللي هي الساعه الواحده اللي نقدر نسميها للشخص اللي مو عارف يكمل ما يكمل. ايه طيب، شكرا جزيلا نورا، شرفتيني. اهلا وسهلا والله، الله يسعدك، شرفت فيكم، وإن شاء الله كلكم تحققون أحلامكم وأشوف متاجركم إن شاء الله. بإذن الله راح يقولون لك، بإذن يكتبون الله لك طريقات الكورس. شور، أيوه، حقرا كل شيء. شكرا جزيلا، باي باي. باي باي. أتمنى تكونوا استفدتوا من لقائنا اليوم. الكورس جدا ممتاز، اللي يبغى يحضر الكورس موجود الآن على الموقع. شكرا لكل الأسئلة، أعتذر عن الأسئلة اللي ما قدرنا ناخذها. بصراحة يعني اللقاء فيه كثير أشياء مهمة، أبغى أرجع يعني أسوي بعض
تأكيد على بعض النقاط اللي قالتها، وأنا فعلا أحبها، اللي هي البدايات البسيطة. أنا أحب الخطوات والبدايات البسيطة، وأعرف دائما إنه الشخص لما يبدأ بداية بسيطة هو شخص بيوصل. دائما عندي هذا الشعور، ما دام أنت بدأت بداية بسيطة ومركز وعارف الخطوة هذه، ما تعرف شو اللي قدام، الأفق مفتوح بس أنت ما تعرف، فأعرف إنه هو راح يوصل. وهذا فعلا من خلال تجربتي أنا في التدريب، فعلا يعني طبقت هذا الكلام. وكل مرة أفكر إني أبدأ بشيء، أبدأ بداية بسيطة، أبسط الأمور، أصغر الأمور، أبسطها 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 قدر الإمكان. حتى لما قررت أبدأ بهذا البزنس الجديد، مع إنه بزنس أبدا مش سهل، من أعقد البزنسات في الكرة الأرضية، بسبب كونه صحي، بسبب في اعتمادات، بسبب توصيل، كثير أشياء. قدر الإمكان احنا بسطنا وصغرنا الموضوع، وبدأنا فقط 3 منتجات، ويعني كله عشان أبغى أوصل لرؤية معينة يمكن أنا ما أشوفها الآن، لكن أنا أعرف إنه الموضوع يحتاج إلى تدرج، ويحتاج إلى هدوء، ويحتاج إلى إنه أنا أجرب. يعني أنا ما عندي خبرة، ما عندي تجربة سابقة، فأحتاج الآن أفهم. أنا الآن عندي فهم، عندي خبرة. الآن إحنا في 2018 بدأنا بإنتاج المنتجات هذه، الآن أنا عندي خبرة شلون تسوي المنتجات، وشلون أبيعها، وشلون أوصلها. هاي كلها تنبنى شوية شوية. فهذا اللي كانت نورة تقوله، أنه التدرج والبدايات. خسارة يكون عندي موهبة، حتى لو كان لف ورق عنب، حتى لو كان عندي كيكة، حتى لو كان عندي تجميل، حتى لو كان عندي شيء قد يكون بسيط جدا، وقد يكون شيء مميز جدا في نفس الوقت. خسارة، هذا المنتج ممكن يوصلني لعالم الثراء، وأنا قاعد في الزاوية، مو قاعد استفيد من هذا الثراء. فهذه فرصة أنه الشخص يحدث هذه القفزة في حياته، أنه يدخل عالم الثراء، يدخل عالم التجارة، يدخل عالم الأثرياء والتجار. أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا من لقائنا اليوم. لا تنسون ادخلوا على موقع سمية 369، عندنا كورس أبانوس، كورس تحرر من الصدمات، وعندنا كورس التجارة الإلكترونية. شكرا للايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل. كل عام وانتم بخير، تصبحون على حب.